مساء النور والسعادة على كل مشاهدي قنوات دي ام سي وكل متابعي برنامج السفيرة عزيزة. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بيتنا، بيت السفيرة عزيزة. نرحب بيكم وخليني امسي على الجميلة رضوى. حبيبتي يا نونو، ايه الاخبار؟ انا زي الفل حبيبتي. يا رب مساء دايما الفل يا حبيبتي عليك. مساء الفل عليكي، مساء الفل على حضراتكم. ان شاء الله حلقة جديدة ويوم جديد مليان فقرات واخبار مختلفة ومتنوعة معانا النهاردة في بيتكم، بيت السفيرة عزيزة. بصي بقى يا رودي، أيه نوم، عايزه اقول لك على حاجه كده يعني اخدت بالي منها وبالصدفه انها طلعت صح. ايه يا ترى؟ تعرفي يا رودي ان الاكل على الارض له فوائد صحيه يعني من زمان قوي قوي قوي. زمان الناس كانت بتتلم، خصوصا بقى في الارياف وفي الصعيد، أيوة. واهالينا في كل حته، يعني في بحري وفي ابلي وفي كل حته في مصر، وكانوا يتلموا حوالين الطبليه ويقعدوا ياكلوا. صح صح، ايوه صح. طيب حضارات تانية كمان أساسي فيها إنك تقعدي وتاكلي على الأرض، حتت مثلا زي شبه الجزيرة العربية. اليابان مثلا ده جزء من ثقافتهم إنك أنت تقعدي وتاكلي على الأرض. وعلى فكرة بقى مش لازم ولا طبلية ولا حاجة، يعني ده مجرد إيه، مفرش كده يتحط على الأرض ويتحط عليه الأكل. صح. وعايزه اقول لكم برضو على حاجه، الكلام ده اي نعم كان من زمان، ولكن لسه في قبائل وحضارات تانية كتير جدا بتفضل ان هي تقعد وتاكل على الارض. وقتها بقى كانوا لا بيعانوا من حرقه المعده ولا حركات الامعاء الغير منتظمه ولا زياده الوزن ولا الشعور بالشبع ولا اضطرابات الجهاز الهضمي ولا كل الحاجات دي. بعد ما بيخلصوا الاكل بيقوموا من على الارض، عكس امراض المعده اللي ايه المنتشره اليومين دول، واللي ليها اسباب كتير جدا في عاداتنا، غير طبعا نوعيه الاكل اللي تعودنا عليها. أكيد. عشان كده محتاجين لاعاده النظر في عاداتنا الغذائيه ووضعياتنا، عادتنا بتبقى ازاي، ونرجع للطرق القديمه اللي منها وضعيه الاعاد وقت الاكل على الارض. من افضل الحاجات برضو هي القعده وانت كده ايه مربعه. والله مفيش احلى والله منها. مفيش احلى انا منها فاكره فعلا. زمان يا رودي كنت اقعد وكانت مامتي دايما ايه تزق على عمودي الفقري كده، عارفه تخبطني عشان افرد ظهري، فاهمه قصدي؟ يبقى ايه قاعده كده زي اليابانيين. قاعده مربعه قدام التلفزيون وبقول لك ايه، وخبطه على سلسله ظهري كده عشان افرد ظهري، ها وهو ده بس خلاص، ونقعد بقى ايه ناكل قدام التلفزيون. وكنا بنقعد بالساعات على فكره طبعاً. وبنستحمل. انا مش عارفه احنا لو جربنا دلوقتي نعمل كده بنلاقي نفسنا مش قادرين نقعد يعني 3 دقايق على بعض. يا والله انت عارفه بقى ان دي كمان طلعت دراسه يا رودي من على سايت اسمه هيلث سايد، فيعني واضح ان اهالينا كل الحاجات اللي كانوا بيعملوها دي من زمان. أيوة. اهالينا وقرايبنا وكل الناس دي، كل الحاجات اللي كانوا بيعملوها كان عندهم حق فيها. عندهم حق فيها فعلا يا نهى، عندك حق والله. يعني كلنا لو رجعنا كده لزمان هنلاقي ان كلنا كنا بنعمل كده، كنا بنقعد على الارض وناكل والموضوع كان خلاص، يعني ده كان اسلوب حياتنا فعلا. والحقيقه زي ما نهى قالت ان دي طلعت دراسة وحقيقية وليها فوائد، يعني مش بس هي كانت عادة عندنا أو هي ما زالت عادة عند أماكن تانية أو بلاد تانية، ولكن الموضوع طلع ليه فوائد كتيرة. زي مثلا إن القعدة على الأرض دي ليها فوائد، زي إنه بتهدي جدا جدا عقلنا، بتخلينا مرتاحين كده هادين. يعني بناكل كمان على فكره بشكل ابطا، مش بنبقى مستعجلين باول اللي هو بنجري وكده، لا بناكل براحتنا. وبتهيالي البطء في الاكل ده يعني زي ما قالت الدراسه بيخلينا نحس بالشبع على طول، لانه اصلا المخ بياخد 20 دقيقه على ما يحس بالشبع. فتخيلي احنا بناكل ببطء واحنا قاعدين على الارض يا نهى. ده حقيقي. فده حلو جدا انه بنقدر ان احنا نحس بالشبع، مش طول الوقت حاسين ان احنا جعانين وعايزين ناكل وكده، لا طبعا. عندك حق والله بالزبط. يا رودي ده غير كده كمان، انت عارفه ان الموضوع ده بيساعد في تقويه منطقه الحوض، بيساعد على امتصاص احسن العناصر الغذائيه في الاكل. صح. وكمان بيساعد على احساس بالراحه. عشان كده دايما تحسي ان اللي بيعملوا يوجا وميديتيشن وكده يقعدوا مربعين على الارض،
ده غير كمان ان هو بيقلل من الاحساس بالتخمه اللي بتحصل بعد الاكل وبيزود الشعور بالشبع. ان احنا كلنا حاجه تقيله مش قادرين. يعني الحقيقه ان بعد كل الفوائد دي اكيد اكيد ممكن نرجع تاني نجرب اننا نقعد وناكل على الارض. وشوفي مثلا لما الناس بتطلع مثلا يعملوا رحلات في الجناين والحدائق العامه والحاجات اللطيفه الظريفه دي ويقعدوا كده ويفرشوا المفرش ويقعدوا ياكلوا، والله بالتالي احلى حاجه في الدنيا. احلى حاجه في الدنيا طبعا طبعا. فيعني بجد طلع الاكل على الارض ده ليه فوائد كتيره، وبيحسن الدوره الدمويه، وبيخلينا كمان ضغط الدم بيبقى متظبط، ففوائد كتيره الحقيقه. وكانت عاده جميله والله بتجمعنا كده، عارفه أوي. يعني دي حقيقه بالظبط. اخبار العالمين ايه؟ العالمين طبعا وجوها الجميل وفعالياتها الرائعه اللي ما بتنتهيش، رغم ان خلاص يعني المهرجان باقي ليه ايام قليله وينتهي للاسف، الا انه برضو لسه في عدد من الفعاليات اللي موجوده ونقدر كلنا نروح ونستمتع بيها، زي كمان مسرحيه عريس البحر اللي يعني هي تعتبر مسرحيه غنائيه مختلفه جدا، هتعرض على المسرح اليو ارينا، فموجوده بالاضافه لكل الفعاليات اللي فاتت، بالاضافه كمان بقى لحفل الختام اللي كلنا مستنيينه ان شاء الله في نهايه الاسبوع، اللي اكيد هيبقى حفل مبهر ومميز جدا جدا. عايزين بقى نعرف تفاصيل اكتر عن اللي جاي يا نهى. ده اكيد اكيد هنعرف تفاصيل اكتر دلوقتي عن العالمين الجديده والمهرجان من زميلتنا شرمنده الدسوقي. مساء الخير يا شرمنده. ازيك يا شرمنده؟ سفيراتي العزيزات الجميلات، مساء الفل والطاقة والحماس عليكم على كل مشاهدي سفيرة عزيزة في كل مكان. يعني زي ما قلتم للأسف ساعات، يعني ساعات قليلة بتفصلنا عن عدد كبير من ختام الفعاليات، وأيام قليلة بتفصلنا عن ختام الحدث الأكبر والأضخم في مصر والشرق الأوسط، هو مهرجان العالمين الجديدة 2024 في نسخته الثانية على التوالي تحت شعار العالم عالمين. بس خليني قبل ما أقول لكم الاستعدادات الموجودة داخل مدينة العالمين لحفل الختام للمهرجان اللي الحقيقة أبهرنا على مدار شهر ونص. كان في عدد كبير جدا من الاجنده الثريه اللي كنا بنتنقل فيها من عدد كبير جدا من المعالم وابرز المناطق اللي موجوده داخل مدينه العالمين عشان نحضر فيها عدد كبير من الفعاليات اللي كانت متنوعه وثريه، سواء من فعاليات رياضيه فنيه ثقافيه ترفيهيه او حتى حفلات الويك اند اللي كانت موجود فيها المع النجوم المصريين ومن مختلف انحاء الوطن العربي. لكن مع ذلك احنا صحيح في ايام قليله بتفصلنا عن الختام، لكن لسه موجود معانا عدد كبير جدا من الفعاليات اللي لسه مستمره معانا ولسه بنقابلها ولسه موجوده ولسه كمان بنحضرها. من أهم الفعاليات الرياضيه اللي موجوده داخل المنطقه الترفيهيه والمنطقه الشاطئيه وهي بطوله الجودو العربيه اللي موجوده مستمرت معانا من يوم 24 اغسطس ومستمره معانا حتى نهايه الفعاليات، ودي النسخه الثانيه لفعاليه الجودو داخل مدينه العالمين. وصراحه احنا مبسوطين جدا انه دي المره الثانيه اللي موجوده فيها بطوله الجودو داخل مدينه العالمين، لانه حسينا بالفرق الكبير من اللاعيبه تحديدا لما اتكلمنا معاهم عن الفرق بين السنه اللي فاتت وبين السنه دي. البطوله السنه دي بتكون من 500 لاعب ولاعبه بمشاركه 10 دول عربيه مختلفة، وفي الحقيقة احنا كنا مبسوطين جدا لما حضرنا معاهم أول يوم في الافتتاح، لأنه في عدد كبير جدا من الجنسيات العربية المختلفة اللي موجودة، اللي الصراحة لما اتكلمنا معاهم كانوا بيأكدوا على إنه السنة اللي فاتت كانت مختلفة تماما، سواء من المعالم اللي موجودة داخل مدينة العالمين أو حتى كمان من تنظيم البطولة نفسها. البطولة بالتعاون من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة، والحقيقة أجواءها أكتر من روعة، في عدد فئات عمرية كبيرة جدا بتتنوع بين البراعم وبين مرحلة الشباب وبين مرحلة الناشئين. الصراحة البطولة حلوة جدا، استمتعنا بيها ولسه مستمتعين بيها وبنحضرها على مدار اليوم. كمان موجود داخل المنطقه الترفيهيه والشاطئيه ومنطقه الالعاب عدد كبير جدا من الفعاليات الرياضيه اللي لسه بتستمر بالتعاون بين وزاره التربيه والتعليم وزاره التعليم العالي والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، في وجود عدد كبير جدا من طلبه المدارس وطلبه الجامعات اللي بيبقوا موجودين داخل الملاعب، سواء من ملاعب كره القدم، الطايره، كره السله، اللي بيلعبوا عدد كبير جدا من البطولات اللي تحت عنوان بطوله الحريفه اللي بنقدم فيها عدد كبير جدا من ابطالنا واطفالنا الناشئين اللي بيبقوا موجودين داخل مشاركه الفعاليات الرياضيه. اما بقى بالنسبه للفعاليات الفنيه او الفعاليات المسرحيه لسه مستمره معانا، موجودين قدام المسرح اليو ثياتر دلوقتي لو تبان الصوره من ورايا، واحده من اهم المسرحيات اللي هتبقى موجوده معانا النهارده زي ما قلت يا رضوى، وهي مسرحيه عريس البحر بمشاركه عدد كبير جدا من طلبه الجامعات. وصراحه متحمسين جدا ان احنا نشوف واحده من اهم المسرحيات اللي هتبقى موجوده داخل مسرح اليو ثياتر لاول مره داخل مدينه العالمين، هنتعرف عليها اكتر ونشوف قصه المسرحيه بتتكلم عن ايه، واحنا عرفنا تفاصيل كده
صغيرة ان هي مسرحية فعلا مسرحية غنائية، لكن في عدد كبير جدا من الشباب اللي هيبقوا موجودين لأول مرة على خشبة المسرح ولأول مرة داخل مدينة العلمين. لسه مستمرين كمان معاكم في التغطيات لفعاليات وزارة الثقافة اللي موجودة داخل برضو المنطقة الترفية والشاطئية، وموجودة كمان داخل المسرح الروماني اللي لسه كل يوم عندنا جديد من فعاليات، سواء من تقديم عروض فولكلور أو العروض التراثية أو كمان العروض الفنية للفرق المختلفة التابعة لوزارة الثقافة. أما بقى الحدث الأكبر والأضخم اللي بتستعد له مدينة العلمين على قدم وساق بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو حفل الختام. بنستعد لحفل ختام ولا أروع ولا أضخم منه، هيبقى موجود داخل مدينة العلمين يوم الجمعة. والحفل الصراحة المفاجأة إنه مش هيبقى في مكان واحد، لا خليني أقدر أقول لكم إنه الحفلة هتبقى موجودة في أكتر من مكان. هيبقى موجود معانا حفلة داخل اليو أرينا اللي هيحييها الفنان ويجز الراب، ولأول مرة هيبقى موجود داخل مسرح اليو أرينا الجديد، لكن دي تاني مشاركة ليه داخل مدينة العلمين الجديدة. كمان هيبقى عندنا حفلة داخل المسرح الروماني بحضور عدد كبير جدا من رواد المهرجان وكل زواره، وكمان هيبقى عندنا حفلة داخل المنطقة الترفيهية وداخل المنطقة الشاطئية. وكل ده يا رضوى ويا نوح هيبقى موجود في نفس الوقت على التساوي يوم الجمعة، علشان خاطر كل الناس تقدر الأقرب ليها المكان تقدر تحضر، ما يبقاش في مكان واحد وما يبقاش إقبال كبير على مكان واحد، ونقدر الناس كلها تقدر تستمتع في أكتر من كذا مكان، وهم أكتر معالم مختلفة وأبرزهم داخل مدينة العلمين اليو أرينا، المنطقة الترفيهية والشاطئية، المسرح الروماني، من أروع الأماكن اللي حضرنا فيهم فعاليات فنية ورياضية وثقافية وترفيهية على مدار الشهر ونص. لكن احنا مستمتعين جدا ان احنا هنحضر ترتيب وتنظيم مهم جدا، وهو حفل اضخم للختام في اكتر من مكان. يعني احنا الصراحه متحمسين ان احنا هنحضر اي حته، هنبقى موجودين في اي مكان وهنقدر نزور كلهم ولا لا، بس نتمنى ان كل الرواد المهرجان ان هم يلحقوا بالترتيب يحضروا سواء حبه من هنا وقت من هنا وقت من هنا، عشان خاطر ما نفوتش حفله. أيوة هم زيت، وطبعا مع يعني السفير عزيز هقول لكم حاجه رائعه بصراحه. لا بجد بجد يعني انا متحمسه جدا، ومش مش هنكر يا شرمنده ان انا حقد عليكي شويه انك انت هتحضري الموضوع ده وهتستمتعي بكل الفعاليات الحلوه دي، واحنا موجودين هنا. نشكرك شكرا جزيلا يا شرمندة على المجهود الرائع اللي عملتيه طول فترة مهرجان العالمين الجديدة، وبجد بجد يعني دايما دايما شرمندة عارفة بتولينا بالأحداث، بتقول لنا كل الأخبار كده. وبحماس شديد جدا. أيوه. وبتفتح نفسنا ان احنا عايزين نروح ونحضر. كل الشكر والتقدير لكل الناس اللي قائمة على نجاح المهرجان ده، مهرجان العالم عالمين في مدينة العالمين الجديدة. بجد بجد بنحييكم وبنقول لكم يعني برافو، وفرصه كمان لكل الناس اللي بتتفرج علينا، الحقوا بسرعه انزلوا وروحوا. أيوة. ولو ما عندكوش مكان تقعدوا هناك كنت هقول لكم تعالوا اقعدوا عندي، بس انا مش هناك. لا بجد والله المشوار مش بعيد. روحوا. أيوة. قضوا اليوم، استمتعوا بالفعاليات كلها، والحقوا خلاص ده اخر ويكند. بالظبط ده اخر ويكند فعلا. كده دي حقيقه. ده يخلينا بقى نقول ان احنا كمان في انتظار النسخه الثالثه من مهرجان العالمين الجديده، اللي اكيد برضو هتبقى نسخه مبهره ومميزه، وان شاء الله كمان هيبقى حفل ختام في نهايه الاسبوع مميز، زي ما عرفنا انه مش من مكان واحد، لا دول ثلاث اماكن هيبقى فيهم ثلاث حفلات وعروض متنوعه. ف ان شاء الله اكيد كلنا هنتابعه وهنبقى مستمتعين جدا جدا بيه لو حضرناه كمان. اكيد انت عارفه برضو يا رضوى من الحاجات اللي لفتت نظري في مهرجان العالمين ان كان في ارضاء لكل الاذواق. ايوه بالظبط، ارضاء لكل الاذواق، كل الاعمار، كل الناس، يعني بجد بجد ما فيش حاجه يعني فاتت عليهم. صح. بصراحه دي حقيقه، دي حقيقه. كل الناس، الاطفال والكبار والرياضيين، وكل الناس لقوا يعني نفسهم في المهرجان. يعني فعاليات ثقافيه فنيه رياضيه ترفيهيه، حقيقي حقيقي كل حاجه كانت موجوده. ومره تانية بنحييكم طبعًا. من هنا من بيتنا بيت السفيره عزيزه، وبنقول لكم شكرا انكم امتعتونا طول الفتره اللي فاتت. نخرج لفاصل. نخرج لفاصل ونرجع نبدا ولفقرات بيت السفيره عزيزه. طبعا ما فيش شك ان احلى ايام حياتنا هي واحنا صغيرين، كناش بنشيل فيها بقى اي هم ولا اي حاجه، واي حاجه نفسنا فيها عايزينها بناخدها بدون مقابل، ما بنفكرش في حاجه. لكن في الحقيقه ان جزء كبير جدا من شخصيتنا بتتاثر بالفتره دي، غير من غير حتى ما نحس ان ده مش مجرد كلام، لا
يا جماعه ده في دراسات اتعملت وبتاكد ان صدمات الطفوله بتاثر بشكل كبير جدا على ردود افعالنا وعلى تصرفاتنا. اصحابها بعد ما بيكبروا بيفضلوا متأثرين باللي حصل، بيفضلوا متأثرين بالصدمة دي، بيفضلوا عندهم زي تروما. يعني إيه؟ يعني صدمة. الدراسة دي اتعملت في جامعة كندية اللي هي جامعة ميغيل في كندا، وبتأكد إن التعرض للصدمات في مرحلة الطفولة زي الإيذاء الجسدي أو العاطفي أو الإهمال ممكن يزود من خطر الآلام المزمنة، زي مثلا آلام الظهر والرقبة في مرحلة البلوغ. عشان كده إحنا في فقرتنا النهاردة هنعرف أكتر عن صدمات الطفولة، إزاي ممكن رد الفعل نكون بنعمله بشكل يومي يكون بسبب مشكلة اتعرضنا ليها حصلت معانا واحنا صغيرين. خلينا نرحب بضيفنا اللي منورنا النهارده، الاستاذ محمد الشافعي، باحث في الصحه النفسيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذه نهى. اهلا بيك يا استاذه رضا. اهلا بكل المشاهدين. اهلا بحضرتك، وموضوع مهم جدا الحقيقه، يعني احنا عايزين نناقشه اكتر ونتكلم عنه اكتر. ونبدا مع حضرتك تقول لنا يا ترى ايه هي الحاجات اللي نقدر نقول عليها ان دي صدمات الطفولة؟ يعني ايه اللي لما يحصل نبقى عارفين ان الشخص ده لما يكبر او الطفل ده لما يكبر هيبقى معرض لصدمة بسببه؟ طيب ده سؤال مهم في الحقيقة، والموضوع نفسه مهم جدا، واعتقد ان كل اولياء الامور اللي بيتابعونا دلوقتي، مش بس اولياء الامور، كمان الاشخاص اللي بتتابعنا ممكن يكتشف جزء من اللي احنا بنقوله هو عاشه قبل كده او مر بيه، فهنعرف مع بعض ازاي نتعامل معاه، نعرف ايه اللي حصل ونعرف ازاي نتعامل معاه. خلونا الاول قبل ما نقول ايه الاعراض اللي هتبقى عندنا، نقول هو ايه الصدمه اصلا. ايه التعريف صدمه الطفوله، وهل هي بتحصل لكل الناس؟ الدراسات بتقول ان هي بتحصل لعدد ما لا يقل عن 46% من الاشخاص بيتعرضوا لصدمات طفوله. طب صدمه الطفوله دي زي ما حضرتك قلت في المقدمه، هي عباره عن موقف انا تعرضت له، موقف كان عنيف، موقف كان مؤذي. الموقف ده ممكن يبقى ابتزاز عاطفي، ممكن يبقى إهمال، ممكن يبقى حدث كان صعب زي الكوارث الطبيعية مثلا، ممكن حدث وفاة أو فقد لحد من الأسرة، فأنا شايف إن الأسرة كلها متأثرة وأنا طفل صغير فأنا مش فاهم فيه إيه، فكل ده بيأثر فيا. طيب كل اللي بيحصل في مرحلة الطفولة، حضرتك قلت في المقدمة جملة في منتهى الأهمية، إن دي أكتر مرحلة بتحدد شكل حياتنا. ده حقيقي. بعد كده تحديدا من اول سن سنه لسن 7 سنوات، دول اهم 7 سنين في حياه اي انسان عايش دلوقتي. ليه؟ لانه ده السن اللي بيتخزن فيه كل المحتوى المهم اللي انا هعيش عليه بعد كده. محتوى زي ايه؟ زي القيم اللي اهلي بيربوني عليها، زي التعليم الاساسيه، ايه اللي ينفع يتقال عليه عيب، ايه اللي ينفع يتقال عليه حرام، ايه اللي ينفع يتقال عليه صح ما يصحش. كل ده انا بكتسبه من مين؟ مع الاسره الصغيره اللي انا عشت معاها. لان بحس ان عقل الطفل عامل زي السفنجه، ده حقيقة. بيستوعب كل حاجه. طيب في بعض البيوت او في معظم البيوت يعني بتحصل مشادات ما بين الزوج والزوجه، بيتخانقوا ايا كانت نوع الخناقه، هل صح ولا غلط ان هم يتخانقوا قدام طفل صغير ويقولوا ايه؟ لان بنسمع الكلمه دي كتير، يقولوا ايه؟ ما هو صغير مش فاهم حاجه. هل ده ممكن ياثر على نفسيته؟ انا نفسي اللي بيقول صغير مش فاهم حاجه يفتكر هو لما كان صغير هو كان فاهم حاجه ولا لا، يعني ببساطه جدا. بس خلي بالك انه ممكن يكون هو مش مركز، يعني يكون ده في عقله الباطن ومتخزن وهو مش مركز، فيحصل موقف، فبالتالي لما يحصل الموقف ده يبقى عنده صدمة، فبالتالي يبقى في ردة فعل مش عادية، وهو مش مستوعب ان ده متخزن من زمان، من وهو طفل صغير. برافو عليك، ده كلام صحيح بنسبة 100%. خلونا الأول نرد على اللي بيقول الأولياء الأمور اللي بيقولوا دول صغيرين مش فاهمين حاجة. رجعوا تاني لما حضراتكم كنتوا أطفال، كنتوا صغيرين مش فاهمين حاجة ولا كنتوا فاهمين كل حاجة وعاملين نفسكم مش فاهمين حاجة؟ دي نقطة ده برضو. أيوه. شكلك انت كنت عاملة كده يا رودي. كنت عاملة كده. دي أول نقطة. النقطة التانية زي ما حضرتك قلتي إنه عقل الطفل عبارة عن سفنجة،
بيمتص كل حاجه، بيستقبل كل حاجه. بيستقبل كل حاجه من خلال ايه؟ من خلال الحواس الخمس. انا شفت ايه، انا سمعت ايه، انا تذوقت ايه، انا شميت ايه، انا لمست ايه. كل ده بيتسجل. بس انا لسه ما عنديش القدره الكافيه ان انا احلل كل اللي بيدخل. عشان كده هنلاقي انه اطفال كتير جدا ما بتعملش رد فعل. فبيوصل لاولياء الامور بما ان ابني ما عملش رد فعل، هو مش فاهم حاجه، هو مش فاهم حاجه، هو ما يعرفش. لا، هو عارف كل حاجه وفاهم كل حاجه، بس لسه الوقت اللي المفروض هيرياكت فيه ما حصلش، لسه الوقت ما جاش. بس في اطفال بتعرف تعمل رد فعل، مش كده؟ دي حقيقه بتحصل. بس بيحصل امتى؟ لو الموقف نفسه شديد. واوقات الموقف الشديد ده بيدينا شكلين من رد الفعل. شكل بيبقى سريع جدا، وشكل تاني انا بمتص الموقف اللي حصل ده وممكن اعمل رد فعل بعدها بفتره. مش في نفس الوقت. طيب ارجع تاني لنقطه، هل هم مدركين وفاهمين ولا لا؟ المحتوى ده اتخزن. خلاص انا ببدا اكبر، وهحكي لحضرتك قصه يعني بتاكد ده، وسمعناها كتير في جلسات مع عملاء احنا بنتعامل معاهم. بنوته كانت، خلينا نقول كمان مش في مرحله الطفوله، في مرحله كمان بدايه مرحله المراهقه، خلينا نقول في اولى اعدادي مثلا او تانية اعدادي. شافت موقف حصل ما بين باباها ومامتها بيتخانقوا مع بعض، حاجه اتكسرت من البيت، فبيقول لها انت ليه كسرتي ده؟ فبتقول له يعني ردوا على بعض. المهم ملخص الكلام بيقول لها، هو انت نسيت ان انا اللي جبت كل حاجه؟ ما جبتيش حاجه. يبدو ان كان شكل الاتفاق ما بينهم ان هو كان مسؤول ان هو يجهز كل حاجه في البيت. المهم الموقف ده اتسجل عند البنت. البنت دي لما كبرت وبقت خلاص في سن زواج واتخطبت بالفعل، في وقت الخطوبه كان في شكل اتفاق، يعني مثلا العريس هيجيب حاجات معينه والعروس هيجيب حاجات معينه. تمام. طيب بعد ما اتفقوا خلاص كلنا متفقين، بعد الاتفاق بشهر عماله تضغط على باباها، جيب لي الحاجات، جيب يا حبيبتي لسه بدري، حبيبتي احنا لسه متفقين على سنه، لسه بدري يعني هنقدر ان احنا نجيب كل الحاجات احنا عايزينها. المهم فضلت حاله الضغط بتاعت البنت على باباها لدرجه ان باباها بقى مستغرب، هو في ايه؟ انت مالك عماله تضغطي؟ انت لو قلتي ده تاني انا هنهي الخطوبه. بالفعل لما البنت حست خلاص بخطر فكره ان الخطوبه هتنتهي، طلبت ان هي تساعد نفسها. فلما اتكلمنا رجعنا للسبب اللي مخليها عماله تطلب من باباها ان يجيب يجهز الحاجه في اسرع وقت ممكن. لما كان عندها 11 سنه وهي لسه في بدايه سن الاعدادي، وحصل الموقف ده ما بينها وما بين باباها ومامتها، اتسجل عندها وما عملتش اي رد فعل. بس لما كانت في السياق اللي المفروض الموقف ده هيطلع، هي مش عايزة تتعرض لنفس الموقف ده اللي مامتها تعرضت له. برافو عليكي. مع انه السياق مختلف. يعني طبعا احنا هنا في خطوبتك احنا متفقين ان انت هتجيبي حاجات وانا هجيب حاجات. موقف باباها ومامتها ان هو كان مسؤول ان هو يجيب كل حاجه، بس انا بديكي مثال صغير ان الحاجات اللي بتتخزن وما عملناش رد فعل وقتها، ده مش معناه ان احنا هنعمل رد فعل. ده معناه انه في السياق بتاع الموقف ده هيظهر رد فعل، وقته هنعمل رد فعل معين. ايوه بالزبط. طيب احنا لسه كمان عايزين يعني نكمل كلامنا اكتر يا استاذ محمد، ولكن خلونا مع حضراتكم نخرج لفاصل ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. صدمات الطفولة وتأثيرها على الصحة النفسية، هو ده اللي احنا كنا بنتناقش فيه وبنتكلم فيه مع الأستاذ محمد الشافعي، باحث في الصحة النفسية. وعايزة أقول لك على حاجة، أنا لاحظت إن ساعات بقابل شباب يقولوا لي إيه، إحنا مش فاكرين حاجة خالص من طفولتنا، إحنا طفولتنا دي كأنها اتمسحت بأستيكة. هل ده بيكون سببه إيه، إن هم مش عايزين يفتكروا، ولا ان هم تعرضوا لصدمات معينه في الوقت نفسه؟ ممكن نلاقي نفس الشباب دولت بيجي لهم نوبات من الغضب والتعصيب يعني انجر، في غضب شديد. هل ده ممكن يكون برضو ليه علاقه بان هم مش عايزين يفتكروا اي صدمه تعرضوا لها زمان؟ هو الطبيعي ايه؟ طبيعي ان انا لما بمر بمرحله ما في حياتي بفتكر أحداث في المرحلة دي ولا لأ؟ الطبيعي آه. فلما الإجابة تبقى لأ، إذا في حاجة خلتني أقول لأ. دي رقم واحد. هل المخ بيبقى رافضها؟ بالظبط، يعني ده جزء من اللي حاصل، ده رقم واحد. رقم اتنين، إنه ممكن أنا ما بقاش فعلاً فاكر دلوقتي، بس مش معنى إنه أنا مش فاكر إنه اللي حصل مش موجود.
لو استحضرته او حد سالني برافو اسئله عليكي. اعمق شويه ممكن اكيد هبقى فاكره حاجات وهجاوبها. او بنقول في الصحه النفسيه او في علم النفس بنقول انه بيحصل تريجر او محفز للحدث ده، فبلاقيني بسترجع كل حاجه وكانها لسه بتحصل دلوقتي حالا. ايه ده، هو ازاي انا كنت بقول مش فاكر؟ ده انا فاكر بطريقه مزعجه بالنسبه لي، طريقه صعبه بالظبط. فوكانه الذاكره دي هي جوانا مترتبه بشكل معين، فالترتيب ده ما بيطلعش الا لما بيحصل له استدعاء. اكن في ملفات حضرتك حطاها في المكتب بتاعك، فانت عايزه تجيبي ملف بتاع شهر 12 سنه 2021، اشمعنى هتروحي تحطي ايديكي على الملف ده تحديدا؟ عشان ده اللي انت استدعيتيه. تمام. فدي رقم اتنين. رقم ثلاثة، ان اوقات الحدث ده نتيجة الالم بتاعه انا مش قادر استرجعه مرة تانية. فلما تيجي تسأليني يعني مش قادر ولا مش عايز؟ مش قادر ومش عايز. عشان كده ممكن اعدي في مرحلة الاكتئاب والغضب ونوبات غضب وحاجات كده. ده شكل من اشكاله بقى. انه في النهايه بما انك انت مش عايز تتعامل معاه، مش قادر تساعد نفسك فيه، مش قادر تخرج نفسك من الحاله دي، فجسمك هيبدا ياخد رد فعل غصب عنك. عشان كده بنقول دايما انه اللي بيعيش مرحله من مراحل الضغوط النفسيه او الالم النفسي او كده، بنبقى بنقول له انت محتاج ترتاح. طب انا لو ما ارتحتش، جسمك غصب عنه هيخليك ترتاح غصب عنك. بيظهر ده في شكل ايه بقى؟ ان انت تعبت، حالة إعياء، حالة تعب شديد. دي حاجة مهمة جدا محتاجين ناخد بالنا منها. حاجة كمان مهمة قوي، دلوقتي بقى أصبح منتشر جدا الأمراض النفس جسمية. يعني هي جسم الأمراض نفسية أساسها نفسي اتحولت لجسدية. أيوه. طب ده جاي منين؟ من تكرار إن الأحداث دي بتحصل لي بس أنا مش قادر أتعامل معاها، فجسمي بياخد رد فعل انه انا وكانه المرض النفسي ده بيقول لي لو سمحت ساعدني بقى، بينعكس على جسمي عشان ابدا اتصرف بالظبط. طب يعني احنا مفترض نعمل ايه بقى يا استاذ محمد؟ خلاص احنا كبرنا واكيد كل حد فينا اتعرض لمواقف معينه، خلاص يعني مش عايزين بقى نفضل طول الوقت بنرمي على الشماعه دي انه صدمات الطفوله او الطفوله كانت هي السبب. ازاي بقى نبدا نتعايش ونتخلص من الصدمات دي عشان ما تاثرش علينا؟ هايل جدا. وما نعيش في دور الضحيه، وده دور متعب قوي. ده دور متعب قوي. اول حاجه، لو انا هعمل ده مع الاخر، يعني لو انا طرف شايف حد بيعاني عنده مشكله محتاج اساعده، اول حاجه محتاج امارسها معاه الامباثي او التعاطف. ان انا اقدر مشاعره واحترم مشاعره وافكر في وجهه نظره. هو واقف هنا ليه؟ ووقف هنا ازاي؟ ووقفته هنا هو عايش تجربه ورحله غير اللي انا عشتها. فانا محتاج اقدر ده وافكر في وجهه نظره، لان اوقات حضرتك ممكن يتحكي لك حاجه من حد فتقومي ترد عليه وتقول له عادي على فكره. الموضوع مش مستاهل. ايوه، هو مش مستاهل من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظر يعني حضرتك اللي ما عشتيش اصلا التجربه دي. ولا من وجهه نظري انا اللي عشتها وشفت التفاصيل فيها حضرتك ما عشتهاش. يبقى اول حاجه ان انا امارس التعاطف او الامباثي. رقم اتنين، ان انا على المستوى الشخصي محتاج احترم واقدر مشاعري. ودايما بنقول ان كل المشاعر تقبل ولا ترفض. يعني انا ممكن ابقى عايش دلوقتي حاله من حالات الضعف، اقبل ان انا ضعيف دلوقتي، لانه عدم قبولي للضعف ده بيخليني انا مش قادر اتعامل معاه بشكل صحي. رقم ثلاثة، علشان الوقت، محتاج انه انا اتواصل مع متخصص، لانه اوقات كتير انا باجل خطوه المتخصص دي لمجرد انه انا جوايا فكره بتقول انا هقدر اساعد نفسي. انا هقدر احل ده، بس مش مظبوط. هو لازم فعلا بتاخد وقت كبير جدا. بالزبط. وللاسف بالزبط. كتير من الناس بتفضل واقفه مكانها. اخر نقطه وهي مهمه جدا، انت محتاج تعرف ان اللي حصل لك في الطفوله هي كانت حاجات غصب عنك. بس ده مش معناه انك تقبل تفضل عايش بيها. مسؤوليه انها تقف هي مسؤوليه حضرتك. زي ما كل أم هي دلوقتي مسؤولة عن ولادها، هي عاشت طفولة ممكن كانت تبقى مؤلمة شوية، تحاول توقف كل القصص اللي عاشتها في طفولتها. طبعا. إن هي ما تكررهاش مع أولادها. لأنه كتير من الأمهات اللي بتتابعنا دلوقتي ممكن تلاقيها بتعمل نفس تصرف مع بنتها أو ابنها. أيوة. شافته من باباها أو مامتها قبل كده. تلاقي نفسها بتعمله بالظبط. لو سمحت وقفوا ده. لو أنتوا عشتوا الألم ده وأنتوا صغيرين،
ما تكرروش نفس الألم ونخلق قصة جديدة مع أولادنا. أكيد. إحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد الشافعي، باحث في الصحة النفسية، نورتنا وشكرا على المعلومات المهمة دي، فموضوع الحقيقة مهم جدا جدا. خلونا مع حضراتكم نخرج فاصل ونرجع لآخر فقراتنا النهاردة. طول الوقت بنحب نشرب المشروبات زي الشاي والقهوة والحاجات الجميلة دي اللي بتفرق معانا جدا وبتفوقنا كده وبتخلينا عارفين نكمل يومنا بنشاط، ولكن مشكلة الحاجات دي انه طبعا للأسف فيها كافيين، وده اللي أكيد مش صح أبدا ان احنا نكتر من المشروبات دي عشان كده. الحقيقة انه بقى في مشروب مؤخرا جديد وبدأ يبقى موجود في الفترة الأخيرة، احنا النهاردة هنتكلم عنه وهنكتشفه معاكم، وهو الشاي الأزرق. احنا كلنا عارفين الشاي العادي، الشاي الأخضر، لكن الحقيقة أول مرة نسمع عن الشاي الأزرق، اللي عايزين نعرف يا ترى هو عبارة عن إيه وكمان إيه فوائده، لأننا كمان عرفنا إنه ليه فوائد كتيرة جدا. فتعالوا بقى نعرف ده كله مع ضيفتنا اللي منورانا، مريم عوف صانعة المحتوى. ازيك يا مريم؟ الحمد لله، انا مبسوطه قوي ان انا معاكم. احنا اكتر والله. مريم، احنا طول عمرنا زي ما رضوى كانت بتقول بنسمع عن يعني اللي احنا عارفينه اللي هو الشاي الاحمر العادي، وبعدين بقى في شاي اخضر، وبعدين بقى في الماتشا تي، يعني كل شويه بنسمع عن حاجه جديده. ايه هو الشاي الازرق؟ عباره كل الحاجات دي حلوه قوي، بس زي ما استاذه رضوى قالت ان هي يعني كافيين فيها عالي جدا، فكترها في اليوم غلط وممكن طبعاً بيسبب الأرق المزمن. ده عكس أرق وتوتر وحاجات كتير جدا. ده عكس تماما الشاي الأزرق. الشاي الأزرق هو ليه دور قوي جدا، هو بيعزز الذاكرة وفي مضادات أكسدة عالية جدا، وفي نفس الوقت هو خالي من الكافيين، فكل الفوائد اللي فيه نقدر ننقلها لأطفالنا بدون أي قلق، يعني ما فيهوش أي مشكلة. ظريفة جدا. طب انت اكتشفتيه ازاي أصلا؟ يعني أو قوليلنا هو عبارة عن إيه وازاي انت عرفتيه؟ بصي، هو الشاي الأزرق أصله من آسيا، يعني خصوصا تايلاند وماليزيا والهند، بالنسبة لهم الشاي الأزرق ده مشروب طبيعي جدا زي الشاي الأحمر ده عندنا. وفي أماكن كتيرة بالنسبة لهم الشاي الأزرق ده ويلكم درينك، يعني مشروب كده في الأول بيقدمه لنا. بالظبط. انا اكتشفته ازاي؟ هو الموضوع كله انسبايرد باي مامتي الصراحه، لان انا كبرت وهي طول الوقت بتزرع حوالينا حاجات، الحاجات العاديه والحاجات الجديده، ممكن اللي هو زي دراجون فروت. وبعدين وقع قدامنا البذور بتاعه الشاي الازرق، فقلنا نجيبها مستورده طبعا، لان هي ما بتبقاش موجوده هنا في الاول. وجربناها. فهي قررت ان هي تجرب حاجه جديده، حاجه مختلفه. بالزبط. ولا هي لما شافتها قرت عنها وعرفت؟ بالظبط. احنا قرينا عنها، لقيت ان، وبعدين قعدت اعمل سيرش، طب انا عايز اجربه، طب هو فين بقى؟ مش موجود. فقررنا بقى نزرعه، ومن هنا بدا بقى الموضوع ان احنا عايزين نوسع موضوع الشاي الازرق. ونحاول ننشره اكتر، الناس تعرف عنه اكتر، لان هو فعلا فوائده يعني عايزين ننقلها للناس. طيب بما ان احنا بنتكلم عن فوائده وعن طعمه والحاجات دي كلها، ايه رايك تورينا؟ يعني انا شايفه قدامك حاجات كتير قوي، اولهم ازازه زرقاء. بالظبط. ده الشاي الازرق جاهز معمول، بس هنوريكم بيتعمل ازاي. طب يلا ورينا بقى. طيب واحنا محتاجه ادوق واعرف بس اقرر طعمه حلو ولا لا. انا محتاجه اسالكم الاول، هو انتوا بتحبوا طعم الاعشاب؟ يعني انا بحب جدا ان انا ما بشربش شاي وقهوه. حلو قوي، يبقى انتوا هتحبوه لوحده. في ناس بتحبوا سكر ولا عسل افضل؟ لا، عسل. اوكي، ممكن يبقى من غير. ممكن يبقى من غير، بس انا بفضل يبقى فيه معلقه. انا تصوري كل الاعشاب لما بشربها ما بحبهاش مسكره، انا بحبها من غير سكر اصلا. هو طعمه اعشاب خفيفه جدا، يعني ما فيهوش مراره الشاي الاخضر، بس انا لما اشربه مش هحس بقى انه، يعني عشان طبعا ما فيهوش كافيين، فمش هحس انه زي الشاي العادي. صح، يعني كاني بشرب حاجه ثانيه خالص. كانك بتشرب اي اعشاب، كانها طعمه اعشاب. الحاجات اللطيفه دي، احنا يعني كل كوبايه بتحتاج تقريبا. هو ده شكل الشاي الازرق قبل. بالظبط، ده هو مجفف. هو طبعا شبه هو النعناع شويه، يعني بس في ممكن زرقين. اشم اشوف لو ليه ريحه. هو ريحته يعني شبه الكركديه شويه، ممكن تشمي كده. مش شامه. مش حاسه انه ريحته قويه. ريحته شاي كركديه. استني يمكن كده تشمي اكتر. شميت كده. ليه ريحه؟ مش عارفه ريحته ايه، زي ايه؟ زي الاعشاب، زي الحاجات الخضراء كده. لا لا لا، اقوى يعني، اقوى طبعا. طيب يعني دلوقتي حطيتي عسل وميه بس. بالظبط. انا بقى هسيبه كده شويه، هتشوفوا التحول بتاع الميه للون الازرق. هو المفروض هيوصل لده.
هو الافضل طبعا ان هو يتغلي، اي اعشاب يفضل انها تتغلي، بس هو هيوصل لل يعني احنا بنغلي ده. مش بنغلي الميه ونحط، هو ده ينفع وده ينفع، في ناس بتستسهل وتحطه زي الشاي اللي عادي احنا بنعمله، نفس فكره النعناع بالظبط. نحطه في الميه هو شويه واللون بتاعه هينزل وهيبان يعني ان هو لونه مختلف بالظبط. طب قول لنا الفوائد بتاعته ايه؟ فوائد، هو اهم فايده بالنسبه لي ان هو غني جدا بمضادات الاكسده، ويعني دي معروف قوي ان هي بتحارب الامراض، بتقاوم اعراض الشيخوخه، بتعزز الذاكره، وغير طبعا ان هو خالي من الكافيين، فامن على الاطفال نقدر نشربه لهم، وبقى بيتشرب بطرق كتيره قوي يعني تخلي الموضوع فن لينا والاطفال، وفي نفس الوقت مش ممل زي كاننا بنشرب ينسون او زي ما قلت. ازاي؟ طيب قول لنا. احنا هنجرب بقى الاول حاجه كده تحبوا نبدا بيها. هل نقدر نقول ان الشاي الازرق ممكن يساعد في انقاص الوزن؟ الشاي الازرق هو ده. انا فعلا قريت لو كده بقى عشان هنشرب منه كل يوم، بس لازم نقول ان هو لازم مع نظام غذائي، يعني مش هينفع لوحده. لا ايوه، هو الشاي الازرق لوحده بدون سكر طبعا وبدون تحليه وبدون اللبن المكثف المحلى يقدر يساعد في انقاذ الوزن لو شربناه قبل الاكل. هو بيقلل الشهيه شويه وفي نفس الوقت بيساعد في حرق الدهون، فهو حلو. يعني هو لطيف جدا، يعني هيفيدنا برضو. لا مش هيفيد ان شاء الله. احنا ممكن نبدا الاول بالبلو لاتين، ده بنستخدم ده لبن مكثف محلى بالظبط، وممكن نستخدم لبن عادي مفيش مشكله. لو الناس ما عندهاش ده نفس فكره شاي الكرك، شاي الكرك او بيستخدم فيه مكثف محلى برضو. ايوه باللبن والحبهان، ده حلو قوي قوي قوي. انا اكتشفته ده مره وانا مسافره وعجبني جدا. جميل. نحط بقى شوية تلج. هتعملي لنا بقى ايه؟ ايست بقى. زي الايس تي. بس انت حطيتي اللبن المكثف في المحلى كتير قوي. احنا عشان نملى الكوباية بقى يعني. واضح ان احنا محتاجين هنا بقى شخص يساعدنا عشان هاتي 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 لان انت ايه؟ ايه الشطاره دي؟ شفتي انا قويه. برافو. قويه جدا. طب قولي لي بقى ايه علاقه الشاي الازرق بالتوتر والقلق؟ الشاي الازرق زي ما بقول لك فيه مضادات اكسده عاليه جدا، فيها يعني مركب من المركبات بتاعته اسمه انثوسيانين، ده بيلعب دور قوي جدا في التهدئه واسترخاء الاعصاب. ممكن نشربه بالليل قبل النوم. ايوه ما فيهوش كافيين. ما فيهوش كافيين بالظبط. بيبقى على الهدوم؟ عشان هو واقع عليا. ما تقلقيش هتطلع. ما تقلقيش. دي اول طريقه. الليرنج يبقى احنا كده عملنا طريقتين. اللي هو الكلاسيك العادي، حتى لو خدتوا بالكم هو لونه بدا يغير، بدا ينزل اللون بتاعه. طعمه لطيف جدا، لو حد بيحب الاعشاب هيستلطف طعمه قوي. حلو. دلوقتي بقى اخر حاجه، ورينا الميه الفواره هتعملي بيها ايه. خلينا نجيب كوبايه ثانيه. عارفين الموهيتو اللي احنا كلنا بنشربه الكافيهات ونحبه جدا؟ ده لطيف قوي ان هو يتشرب بطريقه هيلثي والتلج، وفي نفس الوقت المياه الفواره لو جبناها اللي هي من غير سكر من غير الوان يبقى هيلثي جدا، وبالعكس بيساعد على الهضم، والشاي الازرق كمان بيساعد على الهضم. اوكي. فالموضوع بيبقى يعني منعش قوي في الحر، وفي نفس الوقت خدنا فوائد هيلثي برضو. لا وانا بحب قوي الحاجات الملونه دي. لطيفه لذيذه جدا وباجة كده وحلوه. في طريقه ثانيه ثالثه بقى مهمه جدا، يقول لنا اخيره بقى. طريقه اخيره بالظبط اللي هو بالليمون. ده هنشوف بقى فيه ماجيك، الاطفال هيحبوه جدا جدا جدا. اوكي. نحط الثلج تاني بس انا اسرع. ليمون وثلج والشاي الازرق. الشاي بس كده. بص بقى اللون بقى. اللون بقى قلب في فوشيا او بيربل شويه. لان الليمون حمضي والشيء ازرق قاعدة. ايدك احنا هندوق دلوقتي كل حاجه. نورتينا، كنا مبسوطين جدا ان انت كنتي معانا مريم عوف. انا كمان جدا. المحتوى نورتنا النهارده، وحلقتنا خلصت طبعا معاكم يعني انا ونهى. نونو نقول لك باي باي. نقول باي باي وبنشكرك مره ثانيه. نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده ان شاء الله. باي.